دام إذا ما اطلعنا على مجريات الأحداث هنا في مدينة سرت، فالمحاور القتال تشهد عمليات استطلاع كبيرة لضلائع القوات المسلحة في شتى المحاور. بالنسبة لمحاور غرب مصراتة، القوات المسلحة فعلا استطاعت بالأمس استهداف أحد الأرتال في مدينة أوباري، حسب المعلومات التي وردتنا من مصادرنا العسكرية بأن استهدفت رتل بالقرب من مدينة أوباري به، يعني تحاول تلك الميليشيات الهجوم على قاعدة الجفرة العسكرية، ولكن تم إبادة ذلك الرتل بعد ضربات جوية دقيقة. أما داخل المدينة فالاجتماعات الأمنية يعني كانت أكثر من مرة، آخرها بالأمس كان هناك اجتماع آخر لتضمين خطة أمنية جديدة تتماشى مع المعركة في هذه الأيام، لربما التغييرات وتعززت بأفراد وبأليات جديدة للخطة الأمنية. أما المدينة فاليوم الجمعة يعني تشهد حركة مرور عادية، عادت الحياة إلى طبيعتها. نحن الآن نقوم بالتصوير وننقل هذه المراسلة من أمام أحد الأسواق الشعبية هنا في المدينة. عادت الحياة بالفعل إلى مدينة سرت، ولكن يعني فشل إلى هذه اللحظة فشل إعلام الإخوان تضليل أهل سرت عن الحقيقة، والناس الآن هم خارج الشوارع. عادت الحياة بالفعل إلى مدينة سرت، والجميع يساند ويؤازر القوات المسلحة في هذه المعركة. وكما تحدثت في بداية المداخلة بأن الأوضاع على خير ما يرام، وأيضا حتى الأخبار في جبهات القتال هي أخبار ممتازة. لربما النشرة القادمة سوف نأخذ تصريح رسمي بما يحدث على خط النار في مدينة سرت.